Fertig. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وسلم وبارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أبتدئ الإملاء مستدراً فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائرة أنية،
منتطيا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور، على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المتنقي في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانه يقص العطرة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في قطط الخطر وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية، ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى قيدتني الذنوب وهي عظام.
سرا وهم ليس يبال. يا رسول الإله إني محب لك والله لك والله شائق شائق مستهام راحة الأطيار تشد في ليالي المولد. يا الله وبريق النور يبدو في معالي أحمد وبريق Oh,
صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما. سمي
يد قصي لتقاصيه في بلاد قضاعة قصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترمة فحمى حماه من كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن نؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية وما فوقه قناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى وألباه من نزار من معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فغائله بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وأمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته وانتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف ولا السيد الأكرم واسطته المنتقى نسب تحسبه العلا بحلا قلدته نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت في اليتيم أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي والده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لإسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غرره البهية وبدر بدره في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله اغفر اللهم قبره الشريف بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآن، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. بي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه، بي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه، أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله.
السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبى كل صب لهبوب صبا وكسيت الأرض بعد طول جدها من النبات خللا سندسيا وأينعت الثمار وأذنى الشجر للجاني جنا ونفقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميا وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تاب وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وتعطيه محمدا فإنه ستحمى عقبا وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق المنى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي تتم به الصالحات، الحمد لله على سابق نعم الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أسمعنا خيرا وأطمعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحبه وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هب أخواني جميعا ما حصل منا ومنكم في هذه الساعة المباركة وما قبلها من كلام الله وذكره، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأنبيائه ورسله، هدية لحضرته صلى الله عليه وسلم، ثم من مكانه الشريف ومقامه المنيف من جميع أخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأهل كل وصحب كل الأجمعين، ثم لمن كان اجتماعنا ها هنا بسببه وعلى نيته ومن أجله، ولنعمتنا مولانا الشيخ نوحى من كان الشاذلي وأصوله وفروعه، ثم لجميع أهل الله، ثم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.